بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي الطلبة، اليوم راح نكمل محاضرتنا المغناطيسية اللي هي magnetic force، القوة المغناطيسية. في المحاضرة السابقة تحدثنا عن أنه الشحنة الكهربائية يتولد حولها مجال مغناطيسي فقط عندما تكون في حالة حركة، وهذا هو الفرق بينها وبين المجال الكهربائي. يعني المجال المغناطيسي ما يتولد حول الشحنات إذا كانت مستقرة، فقط يتولد عندما تكون في حال حركة. وقدرنا نحسب القوة المؤثرة على شحنة متحركة داخل مجال مغناطيسي، وعرفنا اتجاهها بتطبيق قاعدة اليوم الأولى، اللي هي أنه تكون راحة كف اليد اليمنى، الإبهام باتجاه الأصابع باتجاه المجال، والإبهام باتجاه حركة الجسم المشحون، والقوة هتكون عمودية على راحة اليد. اليوم راح ناخذ مثال الأول magnetic forces on charged particles، القوة المغناطيسية المؤثرة على الدقائق المشحونة. A proton in a particle accelerator has a speed of 5×10^6 متر بالثانية. عندنا بروتون موضوع في معدل الدقائق، وسرعته كانت 5×10^6 متر بالثانية. The proton encounters a magnetic field، دخل في مجال مغناطيسي whose magnitude is 0.4 تسلا، and whose direction makes an angle of theta 39 درجة. هذا الإلكترون عندما خرج من المعجل بهذه السرعة دخل في مجال مغناطيسي شدته 0.4 تسلا، وكان اتجاه حركته تعمل زاوية مقدارها 30 درجة مع اتجاه المجال المغناطيسي. المطلوب في السؤال: Find the magnitude and direction، أوجد شدة واتجاه. أول شيء A the magnetic force on the proton، أول شيء أوجد لنا القوة اتجاها ومقدارا للقوة المؤثرة على البروتون، و B the acceleration of the proton، B أوجد لنا تعجيل الإلكترون البروتون عفوا، و C what would be the force and acceleration if the particle were an electron instead of proton. هنا C يقول لك شنو راح تكون القوة والتعجيل إذا كانت الدقيقة هي الكترون بدل من البروتون. الحل: هذا الشكل يمثل المثال، هذا هو البروتون يتحرك باتجاه زاوية 30 درجة مع اتجاه المجال، هذا حركته قادم علينا بهذه الزاوية، هذه حركته، المجال هذا الشكل الأفقي، هذا الجهة من اليمين إلى اليسار. إحنا قلنا حتى يكتسب قوة لازم يكون في مركبة عمودية متعامدة مع شدة المجال، لذلك راح ناخذ احنا فقط المركبة العمودية من سرعة البروتون، المركبة العمودية من سرعة البروتون اللي هي حتساوي لنا هذا الاتجاه، هذا البروتون اتجاهها هاي زاوية ثيتا، هذا اتجاه المجال، المركبة العمودية مع هذه الحركة هي في ساين ثيتا، في ساين ثيتا هتكون متعامدة على المجال المغناطيسي. The positive charge on the proton، كمية الشحنة الموجودة على البروتون زيادة حتكون هي 1.6×10^19 كولوم. And according to equation 21، the magnitude of the magnetic force is، قوة الشحنة تساوي مطلق الشحنة مضروب في سرعة الحركة في B sin theta، شدة المجال والزاوية بين المجال و اتجاه الحركة. لذلك راح تكون نطبق تطبيق مباشر للعلاقة هذه، هتكون عندنا قوة تساوي لنا كمية الشحنة هي الموجودة على البروتون 1.6×10^19 كولوم، و V هي سرعة البروتون، ومضروبة في شدة المجال B، وساين ثيتا اللي هي الزاوية بين الحركة والمجال.
نحن نقدر نوجد نفس القوة وتساوي لنا 1.6 ب10 وناقص 13 من نيوتن. اتجاه هذه القوة راح نحدده بتطبيق قاعدة ليزنبرغ الأولى. The direction of the magnetic force is given by right hand rule number 1 and is upward in figure. هذا الشكل راح تلاحظون لو طبقنا قاعدة اليد اليمنى على هذا الشكل هنا اتجاه الأصابع هيكون اتجاه المجال واتجاه الأبهام اتجاه الحركة. إذن هو هتكون شنو إلى الأعلى عمودية على كف اليد. الفرع B the magnitude A زد التعجيل مع البروتون نوجده بتطبيق قانون نيوتن الثاني. مجرد ما نطبق التعجيل يساوي لنا قوة على الكتلة ويساوي لنا كتلة القوة الموجودة حسبناها وكتلة البروتون نعطيكم اياها تكون معلومة راح تطلع لنا زد تعجيلة زد متر بالثانية للكتلة. واتجاه التعجيل حيكون باتجاه القوة طبعا. الفرع الثالث سي طالب منك شقد ماجنتيود شقد شدة القوة واتجاهها إذا كان الدقيقة المشحونة هي الكترون بدل من بروتون. بما أنه الالكترون والبروتون يحملون نفس الشحنة لكن ما أكسب بالإشارة هذا موجب هذا سالب. إذا لما نطبق القانون هنا عندنا مطلق راح تلاحظ هنا مطلق الشحنة فالمقدار ما تغير القوة قيمتها العددية ما تغيرت قيمتها العددية ما تغيرت لكن شنو راح يتغير؟ راح يتغير هو اتجاه القوة. The magnitude of the magnetic force on the electron is the same as that on the proton, since both have the same velocity and charge magnitude. However, the direction of the force on the electron is opposite to that on the proton, or downward, since the electron charge is negative. Furthermore, the electron has a smaller mass. الالكترون الكتلة ما تكون أقل لذلك حيكون تعجيلها أكبر عند تطبيق قانون نيوتن الثاني اللي هو A تساوي F على ME. بدل ما يكتب كتلة البروتون كتبنا كتلة الالكترون وبذلك تعطينا التعجيل مالته ولاحظ تعجيلها أكبر بكثير من حالة البروتون. The motion of charged particle in a magnetic field. اتجاه حركة الدقائق المشحونة في المجال المغناطيسي. Comparing particle motion in electric and magnetic field. راح نقارن حركة الدقائق لما تكون مشحونة لما تكون تمر في مجال كهربائي والفرق بينها لما تكون تمر في مجال مغناطيسي. The motion of a charged particle in an electric field is noticeably different from motion in magnetic field. راح نلاحظ هناك فرق ملحوظ بين حركة الدقائق في المجال الكهربائي عما هو في المجال المغناطيسي. For example, هذا الشكل عندنا shows a positive charge moving between a plate or parallel plate capacitor. هذا هنا مثل جسيم مشحون يتحرك ب مجال كهربائي متولد بين لوحين يحملون شحنة يعني مثل ما موجود في المتسع. Initially the charge is moving perpendicular to the direction. هو بالأول كانت الحركة تمر عمودية على اتجاه المجال الكهربائي يعني مثل ما تلاحظوا هنا هذا الجسم المشحون بشحنة موجبة يمر باتجاه عمودي على اتجاه المجال الكهربائي بين لوحين مال متسعة. Since the direction of the electric force on a positive charge
is in the same direction of the electric field. بما أنه القوة اللي تأثر على الجسم الشحنة جسم احنا شحنة موجبة تكون باتجاه المجال الكهربائي in the same direction of the electric field, the particle is deflected sideways. الدقيقة راح تنحرف باتجاه يكون مع المجال الكهربائي. يعني راح تكون على شكل قوس كل ما تزيد سرعتها كل ما تبتعد داخل المجال كل ما تنحني أكثر. الجزء B هذا الجزء of the drawing shows the same particle traveling initially at right angles to the magnetic field. هذا هنا بدل مو بين مجال كهربائي تنتقل الدقيقة نفسها نفس السرعة بين قطبين لمغناطيس قطب شمالي وقطب جنوبي ولاحظ اتجاه المجال المغناطيسي نفس اتجاه المجال الكهربائي كان هنا لكن اللي راح يصير شنو عندنا اتجاه حركة الدقيقة المشحونة الشحنة الموجبة حيكون اتجاهها تنحني إلى الأعلى وذلك حسب قاعدة اليد اليمنى ونطبق قاعدة اليد اليمنى هنا راح نلاحظ لو نمد أصابع اليد باتجاه المجال المغناطيسي داخل إلى الصفحة والإبهام اتجاه الحركة راح نلاحظ القوة وين تكون عمودية على كف اليد راح تكون معناها إلى الأعلى لذلك كل ما يمر هذه الدقيقة داخل المجال كل ما تنحرف وتصير اتجاهها باتجاه عمودي على المجال المغناطيسي. The force on a current in a magnetic field. القوة المؤثرة على التيار اللي يمر في مجال مغناطيسي. مثل ما شفنا احنا اذا كان جسيم يحمل شحنه موجبه يمر داخل مجال مغناطيسي تطبيق قاعده اليد اليمنى شفنا كيف تاثر وانحرف الى الاعلى هنا بدل مو شحنه موجبه التيار حيكون شنو عباره عن الكترونات لذلك حيكون مجموعه من الشحنات السالبه تمر داخل مجال مغناطيسي As you have seen, a charge moving through a magnetic field can experience a magnetic force. Since an electric current is a collection of moving charge, بما أنه التيار الكهربائي هو عبارة عن مجموعة من الشحنات المتحركة. A current in the presence of magnetic field can also experience a magnetic force. إذن التيار المار في سلك داخل مجال مغناطيسي أيضا راح يكتسب قوة مغناطيسية. في هذا الشكل مجاور for instance a current carrying wire سلك موصل يحمل تيار كهربائي is placed between a poles of magnet موضوع في بين قطبين لمجال مغناطيسي. When the direction of the current I is as shown إذا كان التيار الكهربائي في السلك مثل ما هو موضح قادم نحونا هذا نحونا The moving charge experience a magnetic force that push the wire to the right راح تشيروا لما نطبق قاعدة اليد اليمنى مثل ما تلاحظون هذه الحالة اتجاه الأصابع اتجاه المجال المغناطيسي إلى الأسفل واتجاه الإبهام اتجاه حركة الشحنات أو التيار داخل السلك فإذا القوة حتكون عمودية على راحة اليد فتكون باتجاه اليمين يعني حتأثر قوة تحاول تدفعها من اليسار إلى اليمين لو كان على محور راح يكون يرتفع إلى الأعلى The direction of the force is determined in the usual manner by using right hand rule number one with a minor modification that the direction of the velocity of a positive charge is replaced by a direction of the conventional current I. If the current in the drawing were reversed,
by switching the leads to the battery, the direction of the force would be reversed, and the wire would be pushed to the left. إذا غيرنا اتجاه التيار داخل السلك بدل ما كان هذا النحو إذا كان صار داخل الصفحة بتغيير أقطاب البطارية راح نلاحظ إنه القوة إذا راح يتغير اتجاهها بدل ما تكون بتوجه نحو اليمين راح يصير اتجاهها نحو اليسار بتطبيق قاعدة اليد اليمنى طبعا. When a charge moves through a magnetic field, the magnitude of the force that acts on the charge is أدنى لما شحنة هسك مثلا شفنا بالمثال تمر داخل مجال مغناطيسي وبسرعة معينة القوة المؤثرة على هذه الشحنة راح تساوي لنا مطلق كمية الشحنة في سرعتها في شدة المجال في الزاوية ساين الزاوية المحصورة بين اتجاه الحركة واتجاه المجال. هذا مثل ما شفناه في المثال الأول ومثل ما موضح هنا في هذا الشكل. With the aid في مساعدة هذا الشكل this expression can be هاي العبارة أو الجملة أو العلاقة الرياضية can be put into a form that is more suitable for use with an electric current. نقدر نحول هذه العلاقة إلى تيار كهربائي بدل من شحنة كهربائية. The drawing shows a wire of length L. الشكل هذا يمثل لنا shows a wire طوله L. هذا الواير طوله L. Wire of length L. هذا الواير. That carries a current I. يحمل تيار كهربائي شدة I. The wire is oriented at an angle theta with respect to a magnetic field. الواير كان موضوع بزاوية ثيتا مع المجال المغناطيسي. This picture is similar to figure اللي شفناه. Expect that now the charge moves in a wire. هناك الشكل شفنا شحنات حرة تنتقل مستقلة. هنا تكون تنتقل داخل الواير. The magnetic force exerted on this length of wire is the net force acting on the total amount of charge moving in the wire. هنا القوة راح تأثر على هذا السلك وهتكون هي مجموع القوة المؤثرة على الشحنات المارة خلال الواير. Suppose that an amount of conventional positive charge that the Q travels the length of the wire in a time interval delta t. لو فرضنا أن هذه كمية الشحنة انتقلت خلال الواير بزمن مقدار delta t. The magnitude of the magnetic force on this motion is in this amount of charge is given by equation F تساوي لنا delta q مضروبة في v b sin theta. كمية الشحنة لما تمر خلال فترة زمنية دلتا تي مضروبة في V دلتا تي في V ساين ثيتا هذا اللي هو الطول المسافة ال راح تكون يعني هنا هذه المعادلة مجرد ما ضربنا قسمنا في دلتا تي حولناها المعادلة دلتا كيو قسمناها على دلتا تي والفي ضربناها في دلتا تي. هنا الدلتا كيو على دلتا تي هتمثل لنا التيار. الفي سرعة في الزمن شو يساوي لنا؟ يساوي لنا مسافة اللي هو طول السلك. إذا قدرنا نحول المعادلة أو العلاقة الرياضية للقوة بدل ما تكون كيو في في بي ساين ثيتا راح تكون اي في ال في بي ساين ثيتا. اف تساوي لنا اي شدة التيار مال في السلك، أو طول السلك، ب شدة المجال المغناطيسي، وساين ثيتا هو الزاوية اللي يعملها السلك مع المجال المغناطيسي. As in the case of a single charge traveling in a magnetic field,
the magnetic force on a curling wire is a maximum when the wire is oriented perpendicular to the field. Theta 90 and vanishes when a current is parallel to anti-parallel or anti-parallel to the field, theta tau sifr or mu 1. The direction of the magnetic force is given by right hand rule number 1 as figure 21 indicates. هنا شو يقول؟ مثل ما كنا في حالة الشحنات المستقلة المنفردة تتحرك داخل مجال مغناطيسي القوة المغناطيسية راح تكون على السلك اللي احنا التيار الكهربائي تكون أعظم قيمتها لما يكون السلك اتجاهها عمودي على المجال المغناطيسي يعني ثيتا تساوي 90 وتكون صفر لما يكون اتجاه السلك موازي لاتجاه المجال المغناطيسي سواء كان مع المجال أو معاكس للمجال. راح ناخذ مثال على هذا الموضوع. Example: A straight horizontal copper rod carries a current of 15 ampere. A form from west to east. A straight horizontal copper rod carries current of 15 ampere. From west to east. من الغرب إلى الشرق. In a region between the poles of a large electromagnet. عندنا سلك موصل موضوع بصورة افقية من النحاس هو يحمل تيار كهربائي قيمته 50 امبير واتجاه التيار مال بي كان من الغرب الى الشرق هذا السكن يمثل السلك هذا الغرب هذا الشرق التيار الكهربائي مال من الغرب الى الشرق في هذا السلك والسلك موضوع في مجال مغناطيسي In this region there is a horizontal magnetic field toward north east that is 45 درجة ويا اتجاه السلك هنا يمر في مجال مغناطيسي من باتجاه يعمل زاوية مقدارها 45 درجة مع اتجاه السلك Find the magnitude and direction of the force on 1 meter من هذا السلك. While keeping the rod horizontal, how should it be oriented to maximize the magnitude of the force? What is the force magnitude in this case? أول شيء المطلب الأول find object شدة واتجاه القوة المؤثرة على 1 متر من هذا السلك يعني نعطيك طول السلك طول 1 متر ب إذا بقينا السلك بشكل أفقي how should it be oriented شلون راح يكون اتجاهها حتى نحصل أكبر قوة بعدين جت قيمة هذه القوة المطلب الأول جدا بسيط عندنا علاقة حساب القوة المؤثرة على سلك يحمل تيار كهربائي داخل مجال مغناطيسي هي القانون التالي I شدة التيار في L سواء كابيتال أو سمول هي طول السلك B شدة المجال المغناطيسي وساين فاي أو ثيتا هي الزاوية المحصولة بين اتجاه المجال واتجاه السلك مجرد ما تعويض مباشر الآي تيار 50 أمبير مضروب في السمول L هي طول السلك 1 متر و B شدة المجال المغناطيسي و الفاي هي الزاوية بين المجال والسلك اللي هي 45 درجة راح نقدر مجرد ما نحسب هاي القيم يطلع لنا القوة المؤثرة على السلك تساوي لنا 42.4 نيوتن ف
The direction of the force is perpendicular to the plane of the current and the field. اتجاه القوة هتكون عمودية على المستوي اللي يحتوي التيار والمجال المغناطيسي. Thus, the force must be vertical. لذلك هتكون قوة هنا بشكل عمودي. وين راح تكون؟ هو بشكل عمودي. Out of the plane of the figure. راح تكون عمودية يعني متوجهة نحونا. راح تكون عمودية متوجهة نحونا. الفرق بي يقول لك شلون راح يكون اتجاه السلك حتى نحصل اعظم قوة. من العلاقة F تساوي لنا I في L في B sin phi. F is maximum تكون قيمتها اعظم قيمة لما تكون زاوية تساوي 90. So that L and B are perpendicular. لذلك راح يكون اتجاه السلك والمجال المغناطيسي متعامدين. To keep F تساوي I في L plus B upward, we rotate the road clockwise اتجاهنا ويا اتجاه حركة الساعة by 45 درجة from its orientation كما في الشكل so that the current runs toward the southeast, then F تساوي I في L B وتساوي 50 في 1 في 1.2 وتساوي 60 نيوتن. يعني هنا شنو؟ زدنا قيمة الزاوية بدل ما كانت 45 سويناها 90 درجة، يعني فرينا السلك بحيث كان اتجاه السلك عمودي على اتجاه المجال المغناطيسي. لذلك صارت الزاوية 90 وجيب 90 يساوي 1، لذلك هتكون أعظم قوة عندما يكون السلك متعامد على المجال. هذه هي ما موجود في محاضرة اليوم. فلا تكون استوعبتوا ما تقدم اللي هو أبسط ما موجود في المغناطيسية، كيفية حساب القوة المؤثرة على الشحنة وكيفية حساب القوة المؤثرة على السلك يحمل تيار كهربائي. وشكراً.